هاري ولا ثلاثة اليوم موفد في الشاك. وين راه الطريق؟ في الطريق اللي من عين الطرفان الحباشي 3 كيلومتر. والله مدير شغال عمومي. من عين الطرفان. اي وتروح للحباشي. وين المقاول اللي يخدموا؟ تروح شوف الخدمة تاعو. على المنكر هذا الجاير ولاتنا عدو ماهيش بلادنا. كودرون خلاص اليوم الكودرون يطلع الطريق في الشارع. ورايح تلحبس يا والله الشيخ اخويا غير في الشارع. ما عندوش عامة كافية عليه المحمية. وحنا هذاك هو شحال فيه؟ فيها طرويد بي كيما هذا. والله مدير علاه ما تشدوش خليونا نهضر واش استنى الوالد يدير عنده اثنين خشينا بني الكاس. استنى دقيقة قلبي مخدومين خلاص دار لهم الكودرون. اليوم الكودرون هذاك يطلع الطريق في الفساد ما حكمش شهرين ولا ثلاثة ولا يفسد. لا بعد هذه العبد ما يرضاهاش تتحقق. وكي تتحققوا عيطوا المقاول يخدمها. ولوا يخدموا نورمال ولا دخلوا البيتاع. حنا لاصل تاعنا والله يا لاصل تاعنا لا ما دخلناش البيت لا نكونوا عباد. نفتشوا في الطريق. هاو مدير الاسواق العموميه يروح يشوفوا يفتشوا ويقولوا لقاهم ما خدموش يعاود يجي المقاول ويخدموا ونعاقبوه. نعم عاقبوه ونقلعوا منه السجل. كيما دار لهم نقلعوا منه السجل وما يزيدش يخدم. كيما دار لهم طبون السجن سحابين دقيق. نعم وكان ماهوش الزربه هذه ولا لا تلقاش كهرب مليون. السلام عليكم. سلام سيدي والي مرحبا بك. هذا ولد الشهيد صح. انا صالح الخباطي بن شهيد ولد المنطقه رئيس بلديه سابق رئيس مندوبيه سابق ان شاء الله باتريوت الى يومنا هذا. نشكركم على المبادره هذه اللي عانينا بزاف على المشروع هذا. اليوم نقول الحمد لله. ما نطولوش عليك عندنا انشغال ثاني تاع الغاز. نعم يظهر لي راه مسجل وكذا ويقول له مسجل مازال كذا كذا بغينا وش المنطقه؟ عين الطرفة ديما الطاقه ولا طاقه هو الطريق هذا اللي قال عليه الحاج هذا هو اللي في عين طرفه بعدا الطريق اللي هو اللي في زوج هما خرجوا في زوج. ايوه لا لا الطريق اللي هو يقول عليه الحاج هذا نتاع ولاد فضل نتاع تيمقاد خرجوا مع بعض. ايوه ومن بعد المقول تاعنا ريزيليا. ايوه قاعد يحتل هذا ريزيليا. ريزيليا تعطل هذا الرجل هذه تعطل هذا ريزيليا اللي راح يخدموا لا لا اثنين نهضروا على ضرك الاخر لا اللي طلع عليه الحاج هي هذاك كمل كمل وموش مليح موش مليح موش مليح هو مع بعض 7 كيلومتر مغشوش دوكا باش نعطيه جو علاه هادو ما ركبناش شي من الكاس عين طرف مبرمجين محطوطين في البرنامج ان شاء الله في اقرب الاوقات ينطلق ان شاء الله المقاول في انجاز المشروع وان شاء الله هكذا باش نكملوا لان الولايه نتاعنا كان عندها نقص كبير فيما يخص الربط بالكهرباء والغاز كان تقريبا 60 ولا 70% في سبتمبر 2022 برك اليوم رانا الحمد لله تقدم كبير فيما يخص الربط بالكهرباء والغاز وفيما يخص شبكه النقل راهي 100% معناتها ما دام شبكه النقل قريبه للحي نتاعكم ما كاش مشكل نتكفلوا احنا.